السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير. في فقرة زوم في اليوم، ها؟ في فقرة زوم ما تم الزوم. اي نعم، في فقرة زوم ما تم الزوم بالمتابعة، لكن بس نعم بتحرق. ظالم ولا مظلوم؟ أنا آسف وحدة. جميل. في فقرة زوم ما تم الزوم. هذا اليوم الحادي عشر من برنامج جنتل. الـ11 طيب. اليوم الـ11 من برنامج جنتل، وأحداث متسارعة حقيقة. جنتل. خلونا نشوف آراء نقادنا عن هذا اليوم، يعني بعفوية. الله يمسك بالخير. انطباعك عن اليوم. أنا انطباع. أنا انطباعي سيء لين شفتك أبو حزام وأبو هذال. وإن شاء الله يمسكم بالخير أبو حزام وأبو هذال. يمسك بالخير على السادة المشاهدين الكرام. أنا أشوف أن اليوم كان جيد نوعا ما. أجمل ما فيه صراحة كاركتر سلطان آل سعد، كان جميل جدا. وأسوأ ما فيه غياب المتسابقين عن البث، خصوصا إحنا في اليوم الـ11. هذا بصورة عامة. أنا أشوف أن البارح، من البارح إلى اليوم، كان يعني يوم جميل جدا. بدأوا المتسابقين يعني يعيشون في جو البرنامج، بدينا نشوف الجلسات الجماعية والأصوات الزينة والإنشاد، رغم ما يشوبه من بعض الأمور اللي ودك اللي يقولها الرجال، اللي يقول بعض العلوم تقول للرجال كبني عنك. رغم ما يشوبه من هذه، إلا أنه في المجمل كان يوم جميل، وبداية انطلاقه جميلة. لو تسمح لي أبو حزام، أنا عندي كلمة بسيطة. الحين أنتم يا الربع متسابقين جنتل، أو شيء مساكم الله بالخير جمهورنا العزيز، أنتم يا متسابقين جنتل، تراكم أبعطيكم كلمة بسيطة واسمعوها بعقولكم، سكروا أذانيكم. قناة الواقع مر برنامج السوق وكانت الأرقام فيه، ها جاء كاريزما ارتفعت الأرقام شوي، جاء البزنس ارتفعت الأرقام أكثر وأكثر، جاء سكريبت ارتفعت الأرقام أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، جاء جنتل مر بظروف صعبة وأمامكم تحدي، والله أنه صعب جدا. أما أنكم تنجحون وتطلعون من هذا الدرب القوي اللي صرتوا فيه، وتثبتون ان فيه جنتل، فيه رياجيل عليهم العلم بيظهرون بيمانيهم، ولا انكم تفشلون. النجاح والفشل ما راح يحسب على احد كثر ما يحسب على متسابقين جنتل. تفضل ابو حسين. يعني النجاح والفشل مسجل يجير للمتسابقين. نعم، يعني مثل النسخ السابقه. السوق نحسب لمتسابقين السوق، والكاريزما والبزنس والسكريبت، وفي النهايه هم المستفيدين من هذا النجاح. المستفيد الأكبر هو المتسابقين. نعم. المتسابقين ما